ايش في؟ بالله صورت؟ ايه صورت والله. والله؟ والله حتنزل منزلها. ها؟ ميزة انك تكون يوتيوبر انه يجيك ايس كريم ببلاش. من غير ما يذكر ولا كلمة. مينا سان يوكوسو. كونيتشوا. السلام عليكم يا جماعه، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم بخير. انا في ايفنت اسمه لمتنا في جده، ايفنت عائلي بس حصور اشوف ايش فيه له موجود. يلا استمتعوا. كم هدف دخل فيك؟ هدف واحد بس. والله انت حريص، يعطيك العافيه. في الايفنت تدخل من هنا وبعدين تروح تدفع هناك، وهنا برضه تتجمع الناس عشان تاكل وتنبسط. دحين مع هذا الشخص. أهلاً. ساريا. أهلاً. صاحب هذا المحل برين فريز. حاجي عندك اسوي ايس كريم ونصور بلوجر يوتيوب وتعطينا ايس كريمات ببلاش. واجيب لك زباين ونص بالنص. او يعني 80% بالنص كثير. والله 28. اوكي ممتاز، خلاص حنجي ان شاء الله عند ساريا نصور بلوج. جود لك ساريا. ميزة ان تكون يوتيوبر يجيك ايس كريم ببلاش. شكرا ساريا. طيب انا الان في بوث ولا كلمة مع البني ادمين اللي سوت هذه اللعبة، لعبة البورد جيم. سمر ششة. اهلا. هي لعبة ولا كلمة، من اسمها باين انك ما تتكلم ولا كلمة. ايوه. هي فيها بوكس افلام ومسلسلات عربية وانجليزية. فيها مسلسلات عربية وانجليزية. ايوه. ويخمنوا اللي قدام من غير ما يذكر ولا كلمة، يحاولوا يمثلوا الاسم اللي مكتوب عندهم في الكرت. هذه اللعبة انت جبتي كل الاسماء حقت الافلام وانت سويتي اغلب الشغل اللي فيها، يعني من الصفر الى لعبة دحين صرتي. يعني ساعدونا كثير في الديفلوبمنت حقت اللعبة، بس انا اشتغلت سبيسيفيكلي على الافلام على اللعبة هذه وخلاص نزلتيها وتنباع في فيرجن وجرير، صح؟ ولا كلمة. جود لك سمر، مشروعك مرة رهيب. جرير ما تنباع؟ اوكي، ما تنباع في جرير، تنباع في فيرجن وروائع المكتبات. عربية؟ مسدس يطلق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا حمار عربيه تبسي. انا جبتها مدخن. كانت هذه الكلمه مره حاول يوصفها بس ما وصلت. فيلم امريكي. واعتقد هذه كمان قول لا تقول، لعبه برضو مشهوره بورد جيم. ايش ببلاش؟ انا ايش ليه في السوشيال ميديا؟ اه ما شاء الله كلنا كده. اهلا وسهلا. ان شاء الله. حالك؟ والله كويس ما شاء الله. الفيديوهات حقك تشوفها هي في انستغرام، واضح انك قاعد تحاول تفكر او انك قاعد تخرج، ما ادري صراحه. بس يعني تبغى تطلع بس. هذا ولد غير مرتبط. لا هذه كاميرا بس حقت فيديوهات حلوه. الهاي هذه انت مرتبط؟ اخر الليل. هذا ايس كريم ببلاش، اي وقت تجوا تلاقوا ايس كريم ببلاش. عندنا نكات كثيره في بار كون كوب. ينفع للمتزوجين وغير المتزوجين. ينفع للمتزوجين وغير المتزوجين. شكرا على التسويق الرهيب. صورت؟ ايوه صورت والله. والله؟ والله حتنزل تنزلها. ها؟ انزلها. اي شيء شيء عادي. بس اذا وجهي حلو نزل، اذا مو حلو تنزل. والله طلعت مره حلو. طالما اشوف بلا وجهك مو حلو. وجهي احلى.
هو صح وجهك احلى بس احنا نجي دليل لقينا كذا. والله صح عليكم مره باين اني على بكاشين. اشوفكم على خير يلا يعطيك العافيه. والله حليوه طالع والله. وبس هنا بازار كذا بسيط، الناس يجي يشتروا حاجات، ففي محلات كثير هنا. انا هنا في محل ياباني كونيتشوا. كونيتشوا. ايش عندكم هنا؟ ايش تبيعوا؟ هذا المكياج الياباني كله بزبده الشيا طبيعي، ما في له اي كيميكلز. ما في له اي كيميكلز. هذه الاقنعه ترطب البشره نمبر 1 في اليابان، فيها كولاجين وزي كانك سويت فيشل. والله ما اعرف شو الفيشل بس اوكي. تتوقع ان نحتاج فيشل جدا؟ اوكي ليش يا هذه اقنعه للشفايف ترطبها وتمنعها من التشقق. حتى الشفايف لها اقنعه؟ طبعا. كل اشياء تجيبيها من اليابان تبيعيها؟ ايوه بنفسي انا انقيها واجيبها، ما اطلبها اونلاين. ما تطلبي اونلاين؟ كل هذه اقلام تتمسح، بس تمسيحها جدا رهيب، ما يبقي ولا اثر. اوه زي الاقلام اللي هنا. في عندنا دي حركات يابانيه حبشتكات يعني. هذا حساب هنا صح؟ هنا يعني فلاورز. هذا بالياباني هنا يعني فلاورز. طب تعرف تتكلم ياباني؟ ايوه. قولي كلام ياباني، قولي فولو اند سبسكرايب وكذا وانشروا الفيديو بالياباني، ابغاك تقوليها. طيب حقول يعني مرحبا بالجميع. مرحبا بالجميع في ايش حتقولي؟ مينا سان يوكوسو. مينا سان يوكوسو. كونيتشوا. كونيتشوا. يعطيكم العافيه. أريغاتو. أريغاتو. باي. اوف سينارة حلوة هذه. ثانك يو برو. ثانك يو. ايش برو عثمان وجبريل؟ هذا الشخص اللي ضبطني. علي ان ذا هاوس. ثانك يو يا عثمان. يا ثانك يو سو ماتش برو. يا واتس ذير ذس بام ذس بام. طيب هذا كان الفلوج حق اليوم صراحه. شكرا للمنظمين يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله تكونوا انتم كمان انبسطتوا، وان شاء الله نشوف ايفنتات زي كذا واكثر في جده. مره حلوه مره لطيفه كذا وعائليه وجميله كذا. تمنيت يصير عندي بزوره. يلا نشوفكم في شيء ثاني قريب. باي. ورت راسي.